قام بخطبة فتاة كانت معه من أيام الدراسة، لكن تم الرفض بسبب لون بشرته. يعني ما تحدثوا عن الجوهر، ما تحدثوا عن طباع هذا الرجل بقدر موضوع اللي وقف حاجز هو لون البشرة. إذا من بغداد خلونا نشوف هذا الموضوع. نلاحظ احنا هذا التنمر اللي موجود والعنصرية احنا شاهدناه من قديم الزمان وحتى عند ابانا. انا مريت بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية ومرحلة الجامعة، وانا الان انا كمهندس واعمل بوزارة التعليم العالي. العمل اللي يصير شيء هذا التنمر هو الى جذوره الاساسية، الجذور الاساسية اللي هي انوجدت ب من الأصول العشائرية بالذات، وقبل الأصول العشائرية اللي بالخمسينات بالستينات اللي هالشكل، وبعد إزالة هذا النظام الدكتاتوري بقت هذه مزروعة. ومع الأسف نقول حتى عند بعض الشباب اللي هم توارثوا هاي من أجدادهم وما قضوا عليها. وحتى على سبيل المثال هم مريت بأحد الظروف، أنا كنت طالب جامعي وتعرف العلاقات الجامعة يعني الجامعية اللي قاعد نعيشها، حتى على حساب أنت لما نصادق لك تكون عندك زميلة بالجامعة وتحب أن تتزوج، هم على سبيل هذا يقول لك أنت أسمر أنت هالشكل هالشكل. إحنا يعني من نطيف مريت بهذا الموقف، مريت بهذا الموقف فعلا، وكانت وياي هم زميلة بدون اسم يعني، وما صارت هاي الشغلة في سبيل لأن هو لون البشرة يعني. لون البشرة، لون البشرة، وهي مهندسة وأنا كمهندس وردت أتزوجها يعني، فصارت عن طريق الآباء وابناء العم. قال يصير شنو إحنا على أساس نطل هذا اللون؟ إحنا هذا اللون وحسب بالعبارة ما يركبنا.